بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، احبتي وفي قنوات الكاس الرياضيه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، طابت اوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم جميعا الى مباراه الكبار، لقاء الاجوار، حيث التاريخ والارقام والاسماء والذكريات في الدربي العربي، الدربي التونسي الكبير، الحوار العاصمي، باب جديد، باب سويله، ميدان مولع منذ البدايه. هذه المباراه وهذه القمه. فصلي كوليبالي، محرز المالكي يتدخل ويقول هناك فاول من النادي الافريقي. محرز المالكي يشعر البطاقة الصفراء الأولى منذ الدقيقة الخامسة من المباراة لينجاح هذا العرس الكروي. البطاقة الصفراء كانت لفوسيني كوليبالي. كرة من خليل شمام، شمام طويلة إلى الأمام، ملعوبة إلى إيدو، لكن هناك تدخل وعادت تخلصت من دفاع النادي الإفريقي. تعود إلى محمد أمين توقاعي، حركية ومناورة كبيرة في وسط الميدان من الياس الشتي، مرفوعة لكورة السابر بوغرين، الازدواجية والكورة لمعز أحسن. أول محاولة من المروكي سابر بوغرين في أول دربي له، دربي العاصمة التونسية، دربي من أجل تقديم صورة جميلة وناصعة عن كرة القدم التونسية خاصة والرياضة عامة في سنة التميز. لعب وسط الدفاع يعود لأسباب اضطرارية بحكم إصابة حمزة العقربي إلى الجهة اليمنى. كرة للنادي الإفريقي خطيرة على دفاع الترجي، تعود التدخل والحوار لازال متواصل. صفرة محرز المالكي ينتظرها عشاق الكرة التونسية والعربية بشكل عام. دائما كرة ملعوبة الصابر مقرين إلى راية الفادع نادر الغندري في التغطية. كرة للترجي خطيرة، ما زالت الفرصة على تسديد ولا محاولة، لا تزال الكرة والهجمة الترجية ملعوبة من الجهة اليمنى. محاولة للتوزيع العرضية خطيرة، كانت خطيرة، كانت خطيرة الفرصة الأولى والمحاولة للترجي الرياضي التونسي. كرة النيجيري كينغسلي إيدو في 14 دقيقة، أول فرصة خطيرة من الترجي بعد كرة النادي الإفريقي الأولى مع بداية المباراة. هذه كرة مقولة طويلة من خليل شمام إلى محمد علي بن حمودة، ارتقاء فوق الجميع، يمرر إلى إيدو محمد علي بن حمودة، يسدد قوية والكرة عالية وبعيدة لهدف البطولة. أسير منطقة بوشراي ولاية نابل بين سليمان وابن خلات، 7 أهداف في بطولة الدوري التونسي، 5 مع الترجي هذا الموسم، هدفان مع المستقبل الراغبي سليمان. في حوار الهدافين عبر المنطقة، ياسين الشماخي هدف النادي الافريقي، 4 دقائق بسرعة من جر محمد علي بن رمضان، بن رمضان بن رمضان بن رمضان، يحاول يهرب يعدي باسكندر العبيدي، والتدخل من ادم النتاوس ومحرز المالكي، يقول هناك مخالفة للترجي محمد علي بن رمضان. الدربي الرابع على التوالي ورقم 103 بتحكيم تونسي. 32 دربي من مجموع 135 بسافرة أجنبية آخرها من الكامروني عام يوم نيو 2020. ودفاع النادي الإفريقي السابر بوغرين، بوغرين شعلان، شعلان تسديدة قوية ورائعة كانت من معز أحسن، تسديدة جميلة جدا من محمد غيلان الشعلاني. بعد تألق الدبشي في كرة العزوني، ارتماع ببراعة من معز حسن، كرة في الركنية للترجي التونسي. تعود للترجي صابر بوغرين، كرة على القيم الأول، خطيرة كانت، خطيرة كانت الراسية من خليل شمام. شعلان، خيلان، خيلان بن رمضان أو بوغرين، بوغرين كوليبالي، خيلان، خيلان إلى إيدو، إيدو خروج من وضعية رأس الحربة وانطلاقة بهجمة سريعة مرتدة للنادي الإفريقي، كونتر أتاك من شهاب العميدي، شهاب، شهاب العميدي بسرعة، كرة ملعوبة إلى جهة اليسرى، انطلاقة من لاري العزوني إلى غازي عبد الرزاق، غازي عبد الرزاق، العرضية فيها خطورة والتدخل من دفاع عن الترجي من محمد أمين توقعي، ممتاز هذا المدافع ابن النصرية، النصر حسين دارت مع الترجي التونسي في يس، يس إلى الخلف محمد أمين توقعي، توقعي يتقدم أمين، طويلة الكرة، طويلة في اتجاه محمد علي بن حمودة مع نادر الخندري. محرز المالكي يقول مخالفة لدفاع نادر الإفريقي ولنادر الغندري.
الدولي في قائمة المدرب شلال القادري. سلامات لمحمد علي بن حمود، عانى كثيرا من الإصابات في المدة الأخيرة. نتمنى السلامة والعافية لكل اللاعبين خاصة في هذه السنة وفي هذا العام المهم جدا. محمد أمين توغاي في كرة طويلة واصطدام عفو. الترجي متصدر مجموعة البلاي اوف بتسع نقاط، النادي الافريقي ستة في العداد. كرة طويلة في وسط الميدان تعود إلى محمد علي بن رمضان. للرمضان عادت الكرة لكن لمسة كانت قوية وبعيدة. هذه كرة طويلة خطيرة للنادي الافريقي، انطلاقة من ياسين الشماخي. شماخي أوروبالي، شماخي على محمد أمين توغاي ومحرز الملك. يقول الركنية الافريقي وعناصره يطالبون بالفار بتقنية الفيديو في حوار ياسين الشماخي ومحمد أمين توغاي. محرز الملكي أعلن على ركنية للنادي الإفريقي. ننتظر القرار بعد الصورة والمشهد والعرض والتأكد من حكم الفار يوسف السرايري. محرز الملكي يعود، هل هناك يعني شك وطلب من يوسف السرايري واستدعاء لمحرز الملكي لمعاينة نقطة ركلة الجزاء والتثبت بين الاستي بين محمد أمين توغاي و ياسين الشماخي. هذه الكرة أمين توغاي وياسين الشماخي والتشييك لمحرز الملكي. يطالب يوسف السرايري بإعادة اللقطة من الزاوية. اللقطة يعلن عن ركلة جزاء، ركلة جزاء للنادي الإفريقي، ركلة جزاء للنادي الإفريقي في هذا الديربي، الديربي 135 بعد مشاهدة اللقطة وحوار وتدخل محمد أمين توغاي مع ياسين الشماخي. آخر ضربة جزاء علينا بتقنية الفار من يوسف السرايري. محمد بكير ومحرز المالكي شهاب العبيدي يتقدم. شهاب أمام محمد صدقي الدبشي. شهاب العبيدي يتصدى صدق الدبشي. شهاب العبيدي يهدر ركلة الجزاء للنادي الإفريقي ليتواصل التعادل الأبيض. دبشي هو نجم الحراسة في ديربي العاصمة. 135 يتابع الكرة بامتياز كبير بتسديدة شهاب العبيدي والصدق الدبشي في المكان المناسب يضع الكرة في الركنية. نجم المباراة إلى حد الآن الكرة من محمد علي بن رمضان. بن رمضان الحراس الكبار يولدون في المباريات الكبيرة. نعم محرز الملكي والمخالفة للترجي الرياضي التونسي. 70 دقيقة دائما التعادل 0-0. الرزاق غازي صابر بوغرين أحمد خليل يتواصل الحوار. سقوط أحمد خليل وراية المساعد الأول إسماعيل أيمن إسماعيل الدولي من 2016. التبديل للترجي عمري أمام مالياس شتي ينجح في التوزيع. كرة خطيرة على دفاع الترجي والسبقي. الصدقي لديكم لا خوف عليكم. الترجي الرياضي التونسي دفاعيا وجد الحل في صدقي الدبشي. سلامات للصدقي. توزيعة كانت من اسكندر العبيدي والتسديدة الرأسية من جانب العامري. وكرة للصدقي الدبشي كان أسبق من رضوان. كرة من حمد اللهوني مرفوعة على القائمة الأول يتدخل أحمد خليل. خليل كرة لازالت تراجية. محاولة من غيلان الشعلاني. غيلان وينهيها محرز المالكي. ينهيها كما بدأناها بتعادل أصفار تعادل أبيض بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي 0-0. أول تعادل للفريقين في مجموعة التتويج ليحافظ الترجي على صدارته بعشر نقاط والنادي الإفريقي على مرتبته الثالثة بسبع نقاط والاتحاد الرياضي المنستيري هو الوصيف الجديد بثمانية نقاط.